السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم بحر المنسي من قناة تاروت سماء المحبة وامرأة برج الأسد. امرأة برج الأسد قراءتنا النهاردة مميزة ليه بقى؟ لأني هكشف لك كل حاجة ممكن تكون بتحصل حواليكي، أو الطاقات القريبة منك وطاقتهم تجاهك إيه، ووضعك الفلكي إيه الفترة القادمة من خلال التاروت، من خلال مجموعة الرموز الفلكية. وهنشوف أبرز الأحداث القادمة عندكم ونوايا الأشخاص اللي حواليكم ووضعكم الحالي والقادم إيه. غير كده هنشوف أبرز الأحداث القادمة بينكم وبين الشريك ونوايا الشريك، وهنشوف كمان مشاعره، وهنشوف كمان تهكير عقل باطن للعلاقات الثلاثية لكشف مين الطرف الثالث للناس اللي شاكة بوجود طرف ثالث في حياة الشريك. وكمان هنشوف الفنجان في نهاية الفيديو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة برج الأسد، أبرز الأحداث القادمة وطاقة الأشخاص من حولها. ولو عايزين أي خاتم من الخواتم دي ممكن تحصل على خاتم مناسب لبرجك لو تواصلت معايا لحجز قراءة خاصة خلال شهر العيد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طائر الفردوس، لحظة واحدة، مادة مظلمة أو كارت الكارما، كارت الساذج أو الجوكر، خرم دودي، الشمس، البوصلة. تمام. امرأة برج الأسد، نقدر نقول شايف هنا احتفال بإنجاز قريب، كأن الفترة القادمة أو الفترة الحالية انت بتستعدي لاحتفال بإنجاز وحاجة بترتبلها بقالك فترة أو بتعمليها بقالك فترة. شايف كارت الحدث عندك تحقق كارما قوية جدا جدا في الوقت الحالي. الأمر اللي هيعيد إليكي خلال 12 عدة التفاؤل والسعادة من جديد. وكمان شايف إن احتمال يكون عندك سفر لمكان كويس جدا أو لمكان سياحي، وشايف استعداد لسفر في الطاقة بتاعتك. نجوم الدب الأكبر، الأسد، كوكبة الحواء، كوكبة الدجاجة، حية البحر، حامل رأس الغول. امرأة برج الأسد، معظم العلاقات اللي في حياتك علاقات خانقة، علاقات مع أشخاص لا يشبهوكي، أو أشخاص بتتضايقي من التعامل معاهم، أو بيكون في إن أنتوا بتستحملوا بعض بالعافية. شايف إن أنتي مهتمية جدا بسمعتك وبظهورك وبكلام الناس عنك، وبتدافعي بشدة عن هذا الأمر تحت كل إطارات مواجهة المظاهر قدام أي حد يتعدى حدوده معاكي. كارت حية البحر، الأمر اللي بيقول إن الأشخاص اللي حواليكي شايفينك ذكية جدا 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 جدا، وإن برضه هناك بعض الكلام اللي بيتقال سيء عنك من خلال الأشخاص الكارهين ليكي أو الحاقدين عليكي. شايف إنك أنت عندك إيمان بالفترة القادمة ورحلتك صعبة جدا 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 ومرهقة جدا،
ورغم انك انت قوية وقد الرحلة وهتوصلي لهدفك، يعني هتوصلي لهدفك، الا ان دايما بيكون عندك مشكلة عاطفية اساسية، وهي لعدم الثقة بالنفس او الشعور بالخوف من اللي ممكن يحصل. ولكن الرؤية العامة شايف انك انت عندك قوة كبيرة وظهور مميز بالرغم من كلام الاشخاص دول عنك، او ان كلامهم ما بيأذيش ظهورك. عندك قابلية للتكيف مع اي وضع ومع اي مشكلة، وشايف ان في احتفالية قريبة بحاجة انت كنت بتتمنيها او دعيتي بيها او ندرتي ندر على حاجة وهتتحقق. نقدر نقول خروج من صعاب مستعصية او نجاة من فترة مشاكل او صعاب كثيرة. خلينا متفقين ان حواليكي العديد من الاشخاص المتلاعبين او اللي بيضللوكي، وتحديدا في مسألة الانتقال اللي بتفكري فيها او السفر او تغيير البيت اللي بتفكري فيه. ولكن شايف ان هيكون عندك فرصة للحصول على علاقة مثالية جدا، علاقة مع حد هتلاقي ان الحد ده قادر يحميكي من التلاعبات ومن الاشخاص اللي بيوهموكي او بيتلاعبوا بيكي. شايف فيه ان هيكون في ثقة كبيرة بينك وبين الشخص اللي هترتبطي بيه قريب، وتقدير متبادل، غير ان الشخص ده صالح جدا ومميز لأقصى الدرجات. ظهر هنا كارت القيصارة اللي بيدل على شفاء وانتهاء مشاكل كتير جدا في حياتك، ليها علاقة بتسديد ديون او بانتهاء فترة ديون. وشايف ان هيكون عندك يعني زي نجاح او زي العمل على مشروعات جديدة، العمل على عمل جديد او مهارة جديدة او مشروع جديد او حاجة جديدة هتنتقل اليها بعد تحقيق الهدف اللي طال جدا انتظاره بالنسبة لك. اكتسبتي قوة كبيرة وبذلتي مجهود كبير في كل حاجة عملتيها عشان تحققي النجاح ده. نقدر نقول ان النجاح الوحيد اللي انت حققتيه هو خروجك من فترة تحديات او قطع علاقات مع اشخاص او انهاء مشاكل او اخد حقك من اشخاص كانوا بيحاربوكي عشان خاطر ما تاخديش حقك. الكوكبة اللي بعد كده هي كوكبة النهر او البرج، اللي هي القدر او الحركة القدرية. والحركة القدرية أو حكمة ربنا في اللي بتمر بيه ده، لو فكرتي شوية هتلاقي إن الهدف منها هي حمايتك ومساعدتك وتشجيعك على مواجهة أعدائك أو على مواجهة الأشخاص اللي كانوا بيستنزفوا طاقتك أو بيستنزفوا مواردك. شايف إن هيكون عندك استقرار وراحة وانتهاء مشاكل وخلافات كتير جدا، وشايف إن هيكون عندك قدرة على كسب علاقات هتكون أحسن بكتير من العلاقات اللي خسرتيها. وهيكون في تغيير واضح ظاهر عليك الفترة القادمة. شايف إن في المبيعات هيكون في مكاسب، رغم إن الفترة الحالية مش قادرة تحققي مبيعات كبيرة، اللي بيشتغلوا في المبيعات أو في الشركات أو في المبيعات يكون عندهم عدم قدرة على كسب علاقات مميزة. يعني شايف إن كنتم مش عارفين تكسبوا صداقة تفيدكم أو صداقات مع ناس مهمة يفيدوكم في تحقيق المبيعات ديت. وقريب هيكون عندكم حصول على الصداقة اللي انتم بحاجة إليها أو الدعم اللي انتم بحاجة إليه. الكارت ده بينبهكم من الغرور في التعامل مع الأشخاص اللي حولكم، وبيعرفكم ان الغرور بيستنزف او بيتسبب في العديد من المشاكل اللي من ورائها استنزاف الموارد واستنزاف الثقة اللي بيحصل لكم. كوكبة الطاووس اللي هي كوكبة الظهور او ظهوركم قدام الاشخاص اللي حواليك، وفي اشخاص بيحسدوكم بشدة، يعني انتم معرضين للحسد بشكل كبير، ومعظم الاشخاص التانيين عايزين يكونوا معاكم علاقة او يتزوجوكم. يعني انتوا ما بين الحسد وما بين الاعجاب. وشايف ان في برضو تلاعب بيحصل من حولكم،
وبرضو ناس كتير شايفين ان كنتم مستضعفين او ان كنتم عندكم نوع ما من الضعف او من حب البعد عن الناس بسبب ضعف في الثقة، او ان كنتم ما بتكونوش واثقين في اي حد بسهولة. الفترة القادمة هيكون في استقرار كبير جدا على الصعيد العاطفي، يعني انا شايف ان انتوا اتخذلتوا كتير، شايف ان معظم العلاقات اللي في حياتكم ما كانتش جيدة، ان كنتوا عندكم قاموس من الذكريات سيء جدا ونفسكم تنسوه وبيهلك من طاقة مشاعركم وطاقتكم النفسية. وتحقيق الاستقرار النفسي لوحده رغم كل التحديات اللي واجهتوها ده في حد ذاته نجاح، وبيبشر، والقراءة دي بتبشر بانتهاء النوع ده من المصاعب اللي انتوا واجهتوه في الماضي، وكأن المصاعب مش هتتعاد عليكم تاني، وان اخرة الشغل اللي بتشتغلوه او هدفكم اللي انتوا عايزين توصلوا اليه ده هتوصلوا له بإذن الله. وبالنسبة لمخاوفكم من الإشاعات أو التعاملات السرية أو الاستفزاز أو الكلام اللي بيتقال عنكم من ظهركم، قريب جدا هيجيلكم حد من أصدقائكم وهيعرفكم إن حتى الكلام ده فعلا مش مؤثر فيكم، وإن الناس بتحترمكم رغم الكلام ده، وهتشوف لفتات حسن نية من ناس كتير في حياتكم بيحترموكم غير الأشخاص اللي بيذكروكم بسوء. انتوا ليكم اعداء كتير وهي دي المشكلة، واللي بيحبوكم بجد عارفين ان كنتوا ليكم اعداء كتير. نقدر نقول هيكون عندكم الفترة القادمة صداقات مميزة وعلاقات هتساعدكم على تحقيق نجاحات كبير واحسن من اللي خسرتوها، وهتستمر كمان معاكم لفترة طويلة جدا. انا كده فتحت كتاب حياة بمجموعة اللي هي رموز السماء أو رموز الأبراج أو الكويكبات. تعالوا نشوف أبرز الأحداث القادمة عندكم إيه الفترة اللي جاية. أبرز 6 أحداث قادمة عند برج الأسد إيه؟ أبرز 6 أحداث قادمة عند برج الأسد إيه؟ أبرز 6 أحداث قادمة عند امرأة برج الأسد. عريس قادم عن طريق حدث عائلي، زيارة عائلية مفاجئة، تشافي روحي قريب منك، ترقية وزيادة مالية خلال عدتين، ابتعاد بعض الناس عنك، حمل في الطريق لك أو لأحد أفراد الأسرة. تعالوا نشوف مشاعر الشريك إيه؟ حطوا شخص في بالكم ورددوا اسمه 3 مرات وهنشوف مشاعر الشخص ده تجاهكم ايه. انا بحس ان علاقتي معاكي قدرية، مش قادر افك تعلقي بيكي، مش عايز حد يحبك ولا يقرب منك، انتي ملكي. انا عايز معاكي بداية جديدة وهحارب عشان ما اخسركيش. انا راجع لحياتك بشغف وسيطرة قوية، انا بحن لذكرياتنا، انا بستقبل منك طاقة حب وتخاطر وعندي اشتياق ليكي مسيطر عليا. معاكي عرفتي يعني ايه حب وامان، اتمنى تتمسكي بيا لان وجودك طمأنينة لقلبي. تعالوا نشوف كروت العلاقات الثلاثية وكشف الطرف الثالث عند شريك مولود برج الأسد. كشف الطرف الثالث عند شريك مولود برج الأسد. مسؤولية الشريك تجاه الأهل عائق قصاد البوح بمشاعره تجاهكم. الإفراط في الشغل وجني المال واقف بينكم، وهدفه الأول والأخير هو حبه لشغله. الشريك زهق من المشاكل الكتير والنكد، وده اللي خلاه يدخل طرف تالت لحياته. اذا فالطرف التالت في حياة الشريك هو الشغل، شغله. تعالوا نشوف الفنجان.
الحالة النفسية مستقرة الفترة اللي جاية، ولكن في زي صخرة على قلوبكم، زي كلام انتم مش عارفين تبوحوا بيه او تحكوه لحد. في حصول على مبلغ من المال هيسعدكم جدا، او حاجة كنتوا دعيتوا ربنا بيها او اتمنيتوها. كتير منكم على وشك انه يغير بيته، على وشك تغيير بيت، شايف عتبة جديدة عنده، وشايف سيولة مالية كويسة. المشكلة ان كنتم مفيش اي ظروف خارجية بتأثر على حالتكم النفسية، ولكن عندكم زي احلام مزعجة او كوابيس أو ذكريات مزعجة، كل ما بتفتكروها بتبكوا، وظهر عندكم قنديل البحر في الفنجان. قنديل البحر ده اللي هو الكائن اللي بيكون موجود في المية، اللي بيكهرب لما حد بيلمسه. فقنديل البحر ده بيدل على إن طاقتكم اليومين دول بتبعد عنكم أشخاص كتير، يعني شايف أي حد بيقرب منكم بتبعدوه عنكم، كأنكم بتقطعوا علاقات كتير الفترة الحالية، أو مش عايزين حد يقرب منكم. شايف خلال 12 عدة حدث زواج عندكم مع حد بتحبوه، سواء كان الحد ده موجود يعني في حياتكم دلوقتي أو لسه هيكون موجود. أتمنى تكون القراءة عجبتكم. ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجوكم، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم الواتساب في صندوق الوصف. شكرا ليكم، السلام عليكم.